حابب برضو أسمع نصيحة من حضرتك بصفة عامة لحماية أولادنا سواء في الدارات أو في البيوت من ظاهرة الاعتداء الجنسي أو الجسدي يا دكتور جمال. أولا المتابعة نمرة 2، لما قلنا ندرس مادة جنسية في المدارس الابتدائي احنا مش بنعلمهم جنس، مش طالبين نعلمهم جنس، بنوعيهم ازاي يحموا نفسهم ازاي. صحيح. يعني ما حدش يقعد معاك في مكان بعيد، يعني ما تقعدش على رجل حد، يعني ما حدش يحتضنك، يعني ما حدش يبوسك، يعني ما تلبسش لبس كذا، يعني ما تعملش كذا. كل الحاجات دي اساسيات لما الطالب الطفل يعرفها والمبادئ دي يعرفها هيقدر يتخلص تماما من هذه المشاكل، وبالتالي مش هنقول لك هنمنعها، هي موجوده من امد العمر، ولكن على الاقل هنقلل منها كتير، وخصوصا مع انتشار الاضطرابات النفسيه الزائده في المجتمعات حاليا. صحيح. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخله وهذا التوضيح، شكرا جزيلا.